مشاهدينا اهلا بيكم مره تانية في رابع فقراتنا معاكم النهارده، والفقره الطبيه هنتكلم فيها معاكم النهارده عن ابرز مشاكل العيون اللي ممكن تقابلنا في الصيف، وبالاخص الصيف لما بيكون معاه شهر رمضان الكريم. يسعدنا يكون معانا على التليفون دكتور طلال شرف، اخصائي طب وجراحه العيون. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا يا هلا، كيفكم مدام ندى؟ الحمد لله بخير، كل سنه وحضرتك طيب. الله يخليكم يا رب، الله يسلمكم، كل عام وانتم بخير، وكل عام حضرتك بألف خير وجميع بخير يا رب، تقبل منا الله طاعتنا وطاعتكم ان شاء الله. اللهم امين، منا ومنكم يا دكتور. خلينا نبدا مع حضرتك بابرز المشاكل اللي ممكن تقابلنا بخصوص العيون في شهر الصيف، وبالاخص في شهر رمضان الكريم. وخلينا نبدا بالرمض الربيعي، لان بنسمع كتير عن الرمض الربيعي، واول ما يدخل فصل الربيع والصيف يعني والجو ده بيبدا الرمض الربيعي، وبتبقى مشكله كبيره جدا عند ناس كتير. فخلينا نعرفه ايه هو الرمض الربيعي وابرز اعراضه. هلا الرمض الربيعي هو عباره عن حاله تحسسيه بتصيب العين، هو عباره عن التهاب ملتحمه تحسسيه، ممكن يكون التهاب ملتحمه تحسسيه الصرف، له نوعين يعني، نوع بسموه البالبيبرال ونوع بسموه الليمبل، بمعنى انه نوع التهاب ملتحمه جفني والتهاب ملتحمه لمي او محيط للقرنيين. هلا الرمض الربيعي غالبا بيكون هو ممكن يشمل النوعين وبيكون شديد. ميزه الرمض الربيعي انه يكون شديد، يعني المريض فعلا في عنده حاله معاناه في حاله الدماء، احمرار بالعينين، حرقه، ألم أحيانا يترجع المريض من هذا الأمر، حتى في معاناة جدا شديدة بتصير. يعني أنا يعني بيجيني مثلا، جتني مرة صبية يعني تبكي من الوجع وتبكي من المضايقة والحرقة العينية والحكة اللي هي فيها يعني. حتى كمان بيأهب لموضوع الرمض الربيعي، بيأهب لموضوع كمان القرنية المخروطية، يعني من قد المريض ما بيحك بعينه وبيحك بيحك بيحك، أيوة، بيأهب لحالة بيسموها قرنية مخروطية. وهي جدا حالة سيئة، يعني ممكن تؤدي ل فقد البصر بشكل تدريجي يعني. تمام جدا، ربنا يعافي الجميع يا رب. طيب انا عايزه اعرف العلاج ايه يا دكتور، لان فصل الصيف طبيعي بيخلي الواحد يحك في عينه يعني من غير حاجه، فلما يكون اصلا في مشكله او في مرض في العين فده بيزودها، فعايزه اعرف العلاج بيكون عن طريق ايه؟ هلا عاده نحن نعطي بحالات التحسس البسيطه، هي في انواع التهاب التهاب تحسسي له انواع كثير، من بيناته خلينا نحكي بالبدايه حالات التحسس البسيطه هي نعطي مضادات تحسس بسيطة، أو كثير هام هي عبارة عن رش العين بمي باردة. في عالم كثير بيقولوا إنه والله نحط شاي ولا نحط، لا لا ما بدنا نحن شيء، مي باردة كافي إنه تنفي بالغرض بشكل كثير كبير، لأنه آلية التحسس هي عبارة عن آلية توسع بالأوعية الدموية، فنحن المي الباردة أو أي شيء بارد بنحطه على العين بيعمل تقبيض للأوعية الدموية، وبالتالي ما عاد بيفرز هي المواد المحسسة. وبالتالي هي اول خطه علاج بالنسبه لنا هي شيء البارد. حتى اذا بدنا نستعمل قطرات تحسسيه مضاده للتحسس لازم تكون بالبراد، يعني نتيجه الثلاجه. طب يا دكتور القطرات دي بتبقى مثلا، لا احنا دلوقتي في شهر رمضان الكريم، فاللي بيستخدم قطره المفروض بتبقى مثلا مرتين، مره قبل الفجر في وقت السحور ومره بعد الفطار، ولا بتبقى اكتر من كده؟ لا هلا هي عاده ثلاث مرات يوميا، في قطرات نستعملها ثلاث مرات يوميا، في حالات نستعملها بشكل اكثر بحالات تحسسيه شديده. هلا بحالات الصيام في كثير عالم بتشك انه طالما نحن عم نحط قطره هي عم تفوت على وبيبلع وبحس فيها المريض، بس هي نحن سائلين كثير مشايخ بهي القصه. القطرات العينيه مش مفطره، مش مفطره، مش مفطره، اكيد مش مفطره، اكيد هي القصه اكيده يعني. بقى الدوز العلاجي المفترض نحن عاده نستعمله للمريض هي عاده ثلاث مرات يوميا. تمام، ثلاث مرات. طيب دكتور في بعض العيون بتبقى اصلا هي لوحدها بيسموها العيون المدمعه، على طول بتنزل دموع بشكل تلقائي كده من غير عياط، من غير بكاء، من غير اي حاجه، ومع ازدياد درجة الحرارة بتلاقي الدموع بتبدأ تزيد قوي وبتبدأ الحكة تزيد أكتر. فاحنا عايزين نعرف العيون المدمعة بشكل كبير، هل ارتفاع درجة الحرارة بيأثر عليها بالسلب ولا لا؟ لا، هلا في شغلة هامة جدا. هلا حضرتك عم تحكي عن شيء بيسموه الإبيفورا أو بيسموها دموع. الدموع له أسباب، يعني له إما فرط بإفراز الدماء، تمام؟ عادة فرط افراز الدم بيكون نتيجه احيانا الافات، ممكن يكون التهاب ملتحمه تحسسي، افات على القرنيه، التهابات، التهاب ملتحمه جرثومي او فيروسي، يعني كثير اسباب. يعني المهم في عندي شيء موجود او في عندي نقص افراز الدم، اما في عندي شغلتين، اما
زيادة إفراز الدماء أو نقص في تصريف الدماء عفواً. نقص في التصريف. هلا تصريف الدماء نحن عفواً النقاط الدمعية والمجرى الدماء هو عبارة عن مجرى، أنا مسميها هو عبارة مثل المجاري، هي اسمها مجاري الدماء. تمام؟ عادة هاي الشغلة هامة، إذا في عندي نقص أو يعني بسميها أنا تضيق بقنوات الدماء، تمام؟ هذا بالعكس تماماً بيزيد بالشتاء. يعني المريض أحياناً بيكون هو ماشي بتلاقي إنه هو بالشتاء في هواء شوي قوي، بتلاقي إنه عينه عم تدمع. أما بالصيف لا، ما بتكون معه هي القصة. تمام. طيب سريعاً دكتور طلال، معايا 30 ثانية، عايز أعرف من حضرتك أفضل أنواع نظارات الشمس الطبية اللي المفروض أصحاب العيون اللي فيها بعض المشاكل اللي حابة تغطي عيونها من الشمس، هل في، أنا مش عايزة ماركات معينة، ولكن هل في بعض المواصفات اللي حضرتك ممكن تنصح بيها اللي بيشوفونا النهاردة؟ أنا في شغلة هامة جداً كتير من نسأل هذا السؤال، هذا سؤال جداً عام. هي موضوع النظارات الشمسية بكل أنا لا بحكي بماركة ولا بحكي بشيء أصلاً ولا بعرفون. تمام. بس اللي لازم ينعمل إنه لازم تكون نظارة طبية شمسية، عفوا نظارة شمسية أصلية. سبب لأنه وقت تكون نظارة عادية يعني ما لها أصلية، هي عبارة عن معتمة فقط، يعني مثل البلور المعتم، هذا بالعكس ما عم يحمي من الشمس، هذا عم بيخلي الحدقة تتوسع وبالتالي كمية الشمس عم تفوت أكثر، وبالتالي الضرر عم تكون أكثر على العين. تمام؟ تمام. في حين إنه النظارة الشمسية الأصلية لا، بتمنع فعلاً أشعة الشمس من دخول من دخول الحدقة. تمام كده. تمام؟ وتكون فعلاً هي مفيدة للعين. عشان هيك اللي بده يشتري يا أما فعلاً يشتري نظارة شمسية أصلية، تمام؟ يا أما ما يشتري أبداً لأنه هو بالعكس عم يضر حاله. هيضر نفسه. تماماً، عم يضر عيون ما بيفيدها. تمام. دكتور طلال شرف، أخصائي طب وجراحة العيون، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا، مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب. مشاهدينا، خلصت آخر فقراتنا وخلصت معها حلقتنا النهاردة اليوم الحد، شفنا معاكم أول حلقة من حلقات حكايات عم أيمن خميس، بتمنى أنها تكون عجبتكم، وأي حد له اقتراح أو له تعليق أو له نقد أو له استفسار يرسلنا على صفحة البرنامج أو على صفحتي، وأكيد طبعا بسعد بالتواصل معاكم، وأي طلبات ليكم أكيد لبيتنا أحلى هتكون أوامر. نشوفكم بإذن الله تعالى بكرة في نفس ميعادنا، بشكركم على حسن وطيب المتابعة، ودايما معاكم وبيكم بيتنا أحلى.